مرحبا يا أصدقائي، كيفكم؟ اليوم راح نلعب لعبة ماينكرافت عن تحدي مين بيبني بيت تحت شو؟ مي تحت المي. ايه تحت الماء. ايه فاليوم يعني ما هلا حكيت لكم رح نبني بيت يكون حلو، ويعني حلو كتير بس تحت المي. فقبل ما نبلش لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم انواع ماينكرافت كمان. انا ماريا، وبس خلينا هلا نبلش. بس كيف رح نجيب المي وهلا هذا العالم ما فيه شيء؟ اوكي رح نفوت على عالم عادي ونرجع لكم. يلا باي. هلا يا اصدقائي لقينا مكان، سوينا مكان ولقينا فيه مي، ورح نعمل البيت هون تحت المي. فانتي جاهزه؟ ايه. ولفاز لا ما في لفاز، واللي عجبكم اكثر شيء بتكتبوا لنا بالتعليقات. طبعا انا رح اعمل بيتي هون، من هون اغمق شيء. لا 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 لازم نبلش من هون ماريا. اوكي ما لازم، اصلا بدنا نعمل خط هيك لحتى نبني. اي بعرف، فبس خلينا هلا نبلش. بس احسن بدل ما نعمل حال خط ونتعب حالنا كله، نبدا من ننزل تحت ونعمل واحد، نعمل هيك وهيك هيك. اوكي هيك رح نبلش. فخلينا هلا نبلش اكشن. يلا انا بنيت. اوكي خلينا هلا نبلش. طب اوف طبعا يعني مستحيل بيتك حيطلع احلى مني. انا دائما بعمل بيت تحت الارض، يعني طبعا حيطلع احلى. انا طبعا يا جماعه كثير شكرا لكم مع الفيديو اللي عملناه هذيك المره تبع ما بعرف شو اسمه، تبع هيك ان نبني بيت تحت الارض. ايه شكرا لكم على اللايكات وعلى المشاهدات، يعني كثير فرحانه منكم. خلينا عن جد خلينا نوصل ل 2000 لايك، كثير قربنا على 2000 مشترك. فبليز خلينا نوصل 2000 لايك مشان 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 نبلش اعمل حلقات واستمر اكثر. هيك امتلي 2000 لايك، قولي 2000 مشترك. 2000 مشترك، 2000 مشترك عفوا، هلا 2000 لايك 2000 مشترك مشان نضل عم نستمر بالقناه. بليكي اوكي خلص ولا شيء. شو ماشي ايش ولا شيء. اوكي انا هلا هيك عم ببني بيتي. اكبر بيتك قد النمل. تعالي اصلا عم كبره. هلا هيك هلا انا تقريبا هيك رح يكفي البيت. رح اعمله كتير كبير لانه ما حاستفيد اذا كان كبير. فهلا رح اجيب اللون الخشب الغامق. اذا ما عم نحط باب طبعا هلا حاولنا من الزاويات بهالشكل عشان يعطي منظر احلى بدل ما يكون هيك كله خشب. هذا احسن شيء. هلا ببدا انه اعبي كل هالمكان هذا بالخشب الفاتح، هذا اللي بيكون الاسمر. لا هو اسمر الفاتح بيكون. هلا ببدا اجي هلي بعدها. تعملت هذا المنطقه وكمان على هاي الزاويات من تحت، رح تلاقوا انه كله هيك. فرح اعمل هيك وكسر من هون وبعطي منظر احسن. وبضل عم بعمل هذا الشيء مستمر مشان يطلع البيت له هيك شكله، وكمان له زينه، يعني انه ما يكون بس هيك كله بلون واحد. احسن شيء انه ننوع ونعطي الوان هيك فاتحه غامقه سمراء هيك، دول الوان مشان يعطي البيت انه هيك انه حلو كتير وفيه تفاصيل اكتر. عرفتوا؟ اخر جهه انا حامل بيت قروي. قروي؟ ايه. شو يعني؟ يعني هيك، يعني مثلا مثل هيك. شو مثل هيك؟ سقف طالع. ايه طبعا رح نعملهم هيك احنا. ايه وقت انا قلت الدتيني. لا والله. انت حاطط براسي هيك. ما اكيد رح نعمله هيك، يعني مستحيل انا ما انا من زمان كنت عم خطط على هالشي. اوكي. يعني انتوا حياتكم شفتوا هيك بيت مربع؟ وانا كل يوم كل ما بعمل حلقة ماينكرافت بعمل بيت هيك. فبيت اصلا بيت مربع، يعني بيت منه مربع بس البيت له هيك سقف، يعني عرفتي. هلا
دهنت كل شيء ولا رح اجيب لون البني الغامق وبعمل السقف. يلا خلينا نبلش. بتوقع انه تبعي رح يكون احلى شيء. اوكي بنشوف. بالشكل رح كمل برجع لكم انه هذا الشيء مثلا اكيد رح تملوا فيه، فبرجع وبلعبكم. باي. ماري شوها؟ ما بعرف. وات؟ اوكي خلينا نكمل خلينا نكمل. طبعا اكيد بتعرفوا انا كل ما من زمان اللي منه شايف الحلقات يفوت يشوفون. كنت بعمل مثل هيك حلقات انه يوم كان باللون الاحمر، يوم كان باللون الازرق، يوم كان باللون الزهري، دول الاشياء. وطبعا كنت فجر البيت، فاليوم عن جد رح نفجر البيت كمان. هي فيعني كل ما نخلص يعني خلصنا البيت وفجرنا لكم يلا نجيب كريبرات لو تي ان تي احسن، وكريبرات وتي ان تي بنحطهم مع بعض نشوف الوضع. يلا انا تقريبا خلصت سيرفات اصلا الكريبرات ما حيتفجروا الا نكون سيرفر. بتبعي شوي مفقس عن التفعيص فسوري. باي باي. وانا كمان تبعي بيتي بيقرف تقريبا يعني، بس يلا عادي ما حاك يعني ما حاك رهيده. هلا بجيب الجازز مشان هذا بيت طالع قروي تبعك كثير. بيتي طالع مثل واحد مفعصه يعني واحد هيك فقس بالسيارة هيك. هلا رح احط ازاز لونه ابيض مشان يعطي شكل. يعني يا رب يكون حلو بيت ما يكون معفن. انا شكله صفر مدور منور. انا قصدك انتو الفيلمه هاي صفر مدور منور. اوه جاس بيتي احلى مني. شو هذا؟ اعوذ بالله. شو بدك مني انت؟ لا انت هلا بنشوف المتابعين شو رح يحكوا. المتابعين سوف فوزوني مع انه بيتي بشع بس فوزوني عادي. لا بس لكم شيء. ايه ليش انت لا يعني ما بتفوزوني؟ بس لكم شيء اذا فزتوني يعني شي مره تفوزوني. انا بحياتي ما فزت. ايه يعني انت بنائك مقد البقره، انا بنائي بالعكس حلو. مين قال لك؟ بنائك مقد البقره وما ايه ولا شيء. لا واني انا بقرة ومعفنة بالعكس، انا بناي بقرة معفنة على فكرة. لا والله بناي بالعكس، انا كتير يعني مجتهدة بالبناء. واو جنن عن جد الجو. والله اول مرة بسمع هذا الكلام بحياتي. اوكي اوكي نشوف رأي المتابعين حمقصنا هنا بيشوفوا بس فقط لغير. هلا انا هيك عم بعمل صورات مشان ما يعني عم نعمل صور على صورات سرور ما بعرف سور جمع جمع سرور. لا سرور سرور لا 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 صورات. وات انا انا الارض مغربه فيا راح ارجع عيدها فرح ارجع عيدها انه كنت هيك عملتها رفيعة ف منها زبطة معي ابدا. وين القرف؟ وين قصدي القرف؟ واو في حياتكم شفتوا كلمة اسمها قرف؟ ايه؟ وين القرف؟ شو يعني وين القرف يعني؟ ما بعرف وين هذا خلص ولا شيء. وين هذا؟ ولا شيء. شو عم بفهم شيء؟ خلص ولا شيء. اوكي خلص ولا شيء. هلا انا عم زبط الارض لانه الارض حسيتها كتير رفيعة فبحس انه في زلزال. احسن شيء هيك عم بعمله مثل ماي طيب الاولاد ما بالعكس انا كنت عامل اللي غلط انت اللي عملتيها صح. واصلا المفروض كلهم يعملوها مثلك. انا ماني بدي احم. لا اوكي هلا بعد ما خلصنا هيك بس اسفه على صوت لانه بحس صوتي فايل. انا هيك عملت مثل ما شايفيك انه كان في ممر. شو وليش ما هذا اذا جايبي غاز غلط بتمروا هيك بتمشوا بتمشوا بلا وبدلوا البيت. اوكي هلا انا رح بلش تعديل. انا تقريبا خلصت. انت اصبري شوي عمتي.
انا عمتك. اوكي انا عمي، انا مو اخت، انا عمتك. يي اه ايدي وجعتني، ايدي وجعتني من البناء كثير. اخت اخت عم اخت عم اخت عم اخت عم اخت عم وارسل يلا يلا راح باخذ اغراضي وبرجع يا عمو. مين عمو؟ انا عمو. يف اوكي هلا انا هلا بلشت شمع المطرح مشان يعطي الضوء ما يجي هيك زومبيات وهيك يتجمعوا احسن شيء. طب اوكي هلا راح شمع جوا البيت كمان. حط وحده هون ساعديني شوي. لا كيف انت من وين جبتي هذا الازاز؟ ماني مساعدتك، لو كمان فرجيكي وين الازاز. راح تفوز علي. لا تفوزي علي. لا هلا انا رح اجيب التخت. التخت رح اخليه لون، خليه لون زهقان ازرق فاتح لانه مي يعني عرفته. ورح اجيب صندوق لون ابيض كرافتين تيبل وهدول الاشياء بتعرفهم اكيد يعني. ودول دول 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 مكتبي. اوكي خلص. هلا هون رح اكسر زاويات واحط فيها هذا الضوء، لان بعمري كمان بتشوفوا كل الحلقات بتشوفوا انه هذا الضوء، لانه انه انا ما بستغني عنه. اللي شاف حلقه ما بعرف اي حلقه كنت عم تحكي فيها، بس يمكن بناء شو بناء هيك شغلة يعني ما بعرف كيف يعني لون ما بستغني عنه. هاد قلت فيه انا ما بعرف اللي شايفه يعني. فهلا رح احط التخت هون. بعدين حط هون كرافتين تيبل وسطي تقريبا بايدي انا التعديل. حط هيك من الاضواء كسر هون وحط هون الصندوق وهون الصندوق. ترررا نحط هون. هلا اوكي انا رح زين شوي لانه المكان فاضي حسيته، فرح زين اكتر. ما عم لقيت في هذا وين السكيلتون اللي انت بتعلقي فيه اشياء؟ لا او ماي جاد ما ساعديني، ما ساعدتيني فانا ما حساعدك. قصة جبهة تي. اوكي وينه يا عمي؟ وينه؟ اوكي ماني ملاقيته. اوكي مبسوطه رح اشوف هون انا، يمكن اي لحظه يكون موجود هون. انا بدات بتعديل البيت. انت بدات من زمان؟ يعني باقي لي بس هذا اللي ما عم لاقيه ليكو. لقيته. وهلا رح اجيب دروع دايموند بالشكل و بس استني شوي. ماريا هاي، تعي تعي اطلعي برا. اطلعي برا ديكني. اطلعي اطلعي وينك وينك؟ هلو الله علي. خلاص اوكي اكشن. ولا اكشن ولا بط. وهلا انا جبت هذا السكيلتون مشان اعمل هالشكل. انتوا اكيد بتعرفوا شو كنت رح اعمل يعني، مستحيل واحد بيعرف يعني. رح درعه درع رح يكون اقوى. لا رح يكون اقوى واحد مني. اقوى سكيلتون رح يكون. ف
كيف يحطون بس اوكي ترينا بشع 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 لمين انت ما اقول عليك على فكره قصدي على بيتي ما اقول على بيتي لمين عم اقول على الصوره اوكي اوكي انا اسمي خلصت باقي لي الباب سيف الباب سلام اذا نسيت الباب رح نشرح بيتنا 100% شو ندل التكني انا كنت تقريبا كله ازرق اتوقع رح اضيف شويه اضافات مشان البيت يكون احلى ومزين اكثر شو بدي احط له شو بدي احط احط جرس يزين لي شوي وبس هنجيب شموع نحطهم فوق الجازز هلا نجيب شعلة مشان نقدر نشعل يصير شمعة جنن انا خلصت هاد بيتي هو رح ننطر ماريو وبنرجع لكم فيلا هلا يا اصدقائي واخيرا خلصت ماريا وخلصنا البيت والبناء البيت هيك فايل فاول شيء هذا هو منظري منظر استني استني مشان الله اصبري اخ اوكي هذا هو منظر البيت تبعي انا مثل ما شايفين هاي الدخله تبعه وهيك الطريق تبعه وهذا منظر اختي اوكي حلو المنظر تبع حلو كمان تقدر من هيك تقدر هلا تعالوا نشوف تبع اختي شو بدنا نعمل شو عامله قصدي اول شيء بنفتح الباب حلو بتلاقوا صور هيك معلقه جنب السرير وصناديق بتحط فيها اشياء وكرافتنج تيبل وهون هيك مثل فانوس فانوس هيك يعني مشان يضوي هون عندنا مكاتب وهون هيك بتحط لابز مشان تقدر تطور دروعاتك وهيك هون عندنا فرن مشان تقدر تطبخ صراحة كتير حلو بيت كتير حلو فهلا تعي شوفي تبعي أوكي. قيمونا يا قيمونا يا أكيد أكيد ما كتير يعني يلا فوتي أول شيء هون يعني نفس تبعي تقريبا لكن غير بشوي إيه بس أنا تبعي كان أول بس أختي قلتني أوكي هون في هدول كرافتنج تيبل وهون في فريم لحتى تطبخ هون في أبواب مكتبة هذا التخت هون الدرع باللون هذا الدرع دايموند هون التخت أوكي البيت ما كتير معجق يعني البيت منه فاضي كتير يعني ما فيه شيء أوكي أوكي يعني الصراحة يعني إنه هلا أنت شو برأيك مين أحلى علمي إنك لا ما تفرجي يا جماعة اكتبونا بالتعليقات سنة بدي أعطيهم لفة اكتبونا بالتعليقات مين أحلى بيت عجبكم برأيكم صراحة أنا عجبني تبعي لأنه تبعه معجق كتير وحلو فيلا روحي عبي بيتك تي أنتي وخلينا نخلص من هالبيت هذا البشع اللي عندي روحي روحي عبي عندك أنا حعبي عندي يا ما عبي عندك أنا قصدي عم عبي عندي اوكي رح نفجر الكريبرات جاهزين انتو تفجيرات لكن رح تموتوا حتى لو انتو كنتوا حبيبات التي انتي جوا البيت اهم شيء عشان يعمل انفجار قوي برا بس انا عملت برا تقريبا عبينا البيت تي انتي ما صفي ولا شيء اوكي هيك انا خلصت عبيت البيت تي ان تي رسميا يعني ما صفي حتى لقمه طلعوا عليها للبيت كله معبيه حتى انا كله معبيه ما في ولا لقمه يلا جاهزه بدنا نتفرج بدنا نفرج انا وياكي نط شوي يلا ماريا يلا يلا بسرعه بسرعه
هلا رح نجيب الشعلة. ليك معي انا سني الشعلة من اول واحد نيك كاتب انك بس مع بعض. يلا واحد اثنين ثلاثة بعدي بعدي بعدي. كتير كتير حلو. اكيد 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 حيروح البيت كله ما حيضل. لا اوه ماي جاد علقت اللعبة. oh علقت God. اوف اوف ها ضل بس هذا وات هيك يو سيريوس هذا ده تكسيره بس وليش ما مكسر؟ والله ما ادري علقت اللعبة ليكو انا ولا كأنه عامل شيء ولا كأنه عامل شيء انا ما تكسر هذا ما تكسر غريب. فايز يس يا جماعة هيك وصلنا نهاية وصلنا نهاية مقطع. ازعجبكم مقطع لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. اكتبوا لنا بالتعليقات من احلى بيت عجبكم اخر مرة بقولها وبس. باي 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 باي. اذا بدكم حلقات تانية اكتبوا لي بالتعليقات. في حلقة تانية منه ما بعرف. باي اصدقاء لايك شير بليز بليز. باي باي الخاص باي عسنين. يلا باي. حسيت الخاتمة طويلة كأنه خلاص انا يلا باي باي خلاص باي يا جماعة يلا هود باي. اوف بدي تفرجيكم شغلة. اوكي شوفوا وي شوفوا شلال ان شاء الله انه احلى شلال بالدنيا. استنوا وي وي.